صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تقرأ من المصحف وتحركه بالقلم ونحوه؟ الحائض لا تقرأ القرآن عند الجمهور لأن عليها حدثا أكبر مثل الجنوب، فلا تقرأ القرآن إلا في مسألة إذا خافت نسيانه عند حفظ من السور أو من القرآن وتخشى أن تنساه إذا ترك. أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها إذا خافت نسيانه أنها تقرأه. نعم.